مش حتى كلمة أنا على الحكاية هذه أنا حبيتهم. يجيو هما يسبوني. شكون يشكك في نظرك؟ أنا على خاطر نامن بمساندة الضحية. شكون يشكك في نظرك؟ هما ضحايا، أنا ساندتهم وقت اللي توا خداو الحكم. ما يسبونيش. ودك يا سنوري ما فماش موقف رسمي. مسبوق علنا، المسبوق علنا. هو نتكلم فيه. واحد متعادل. يا سنوري نتكلم فيك من داخل النهضة. ما عندهمش عدال الإبداع النهضة، ما عندهمش. ما عندهمش حاجة. أنا متعدي واحد عامل لحية هكا ومتوتر يقول لك اللي بيك يا كافر. أخي محسوب على النار يا سنوري، ثم فرز الصحراية. واحد يسبني أنا تو نحسبه على اليسار متوتر تجاهي أنا، ما عجبوش. لازمنا نفرزوا يا سنوري. حركة النهضة ما عندهاش موقف عداية تجاه المبدعين. وحركة النهضة تحب تعمل من داخل ما هو موجود في تونس. أخي الساحة شكون فيها؟ فيها أنت. في عندنا 5 مخرجين كبار في تونس، شكون عندنا آخر؟ باش نخدموا باش نجيبوا مبدعين من بلاصة أخرى؟ يا عمي ميسيون هذا موقف النهضة، هذا موقف النهضة. وتساند الإبداع وهو من حقك تبدع فين تحب أنت. هذه حرية. أما يجي واحد سلفي تنور مع الوالد، والد شيء طبيعي. أنا عمري ما مشيت للسلفي. سيكوام خالص، أنا ضده بسيكوام. أنا ضده في سبين المبدعين، ضده. أنا ضده. والله نزيدك حاجة، وقت اللي بشيكم آمن، سب وقت الزين، وقت بن علي، سب فنانين في غناية، منهم أنا، كل مشكوبية إلا أنا، وبعثت له جواب، وقلت له أنا ما نشكيش بواحد من أجل حرية التعبير خاطر تحاكمت بالقانون هذايا. وقلت له ناخذها في قالب تعبير وفي قالب شعر. وانا لكن قلت كيفاش ما تشكيش؟ وانا ما شكيتش. ما شكيتش انت الوحيد. شنو نقول لك علاش؟ خاطرنا في حريه التعبير. لكن وقت اللي ولا في قصر المؤتمرات مع النهضه هو معاود تسلط كان على لساندو. معاود تسلط كان على لساندو. والله انا اعتبر النهضه غلطة هاني من داخل النهضه. كي جات بسيكوان بون مش مقصود انت في ذاتك. مش مقصود انت. وشباب النهضه شيء طبيعي. اخي النهضه فيها المتخلف وفيها المستنير. حاول نتكلموا منطقة الإسلام. أنا نعرف الدين وقاري القرآن بالكامل. وحافظ أصلا. أعطيني فاش أنا كافر. لا اللي يقولوا عليا كافر. فاش أنا كافر؟ أعطيني فاش. فاش كفرت؟ وين شفتوني كفرت؟ عمري شي نهار شفتي واحد. أنت عندك دينك وعندنا دين الناس الكل نمنوا بربي. براته هو قال كلمة خدمش على روحه. سنوري 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 هذاك ما هو تلقى جهل. سنوري 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 قال من قال هلك الناس، يعني ذاك كافر وذاك بي وذاك فاسد فهو اهلكهم. هو اللي كافر هو. هذه منطق مغلوط. مسألة العقيدة مسألة خاصة.